يعني المادة 11 تتكلم عن المكافآت اللي يتقاضونها الإخوان في أعضاء المجلس البلدي، وأعتقد أن المبررات اللي راحوا لها الإخوان في مجلس الشورى يعني غير صحيحة، لأنه هي المعاملة مالية لما ذكر أنه هو وكيل أو وكيل مساعد وليس إداريا. لذلك أنا يعني أقترح أو أطلب تعديل أن احنا نصر على قرار مجلس النواب الأول، خلافا للقول اللي قالوه الإخوان في مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة، وأتمنى طرحها على المجلس التصويت يعني.